لازم يكون كونتينيوس، مفيش حاجه اسمها ان هو ينط انستنتينيوس. الفولتج الكباستور برضه نفس الكلام، ما ينفعش يكون ايه انستنتينيوس تشينج موجود عليه. احنا بنستغل المعلومتين دول نبدا نحضر الانيشال كونديشن بتاعه الدايره بتاعتي بناء على ايه؟ على وضع الدايره قبل كده، يعني قبل ما يحصل الترانزيت. كانت الدايره في الاول ليها شكل معين، الكارت ماشي بشكل معين، والفولتج وحسبت كل حاجه، ده كده كانها مثلا ايه؟ ستيدي ستيت زي ما انتم بتعملوا شكلهم. فجاه حصل السويتش، فانا باخد اخر حاجه كنت واقف عندها قبل السويتشن على طول، ده بالنسبه لي هو الانيشال كونديشن بتاع المرحله اللي ايه؟ اللي جايه. طب وبعدين؟ وانا عارف ان بعد السويتشن هيحصل بعد شويه ان الدايره هتوصل لمرحله جديده. تعالى مثلا احسن ايه؟ او بالظبط كده لما تبص عليه مثلا، يعني انا كان عندي في الاول حاجه عامله كده. انا كده
كده من قبل ما احل انا بدماغي عملت ايه؟ جبت الانيشال كونديشن ان الكرنت اللي كان ماشي في الداله كان بزيرو، وجبت الفاينل فاليو اللي ايه؟ او الستيت ستيت فاليو ان الكرنت في الدايره دي هيكون بيساوي اي على ار، صح كده؟ طب في النص هيحصل ايه؟ يعني زي ما بتكسب شويه كده اهو، انا بادئ اهو عند اللحظه زيرو بتاعت الفاليوز كان الفاينل بتاعك اهو، عند اللحظه دي انا جاي من قبل كده ان الكرنت كان بزيرو، عملت ريسيرشنج هنا، اخبار الكرنت معاك ازاي؟ انا عارف ان يوم ما في مرحله بعد ساعه ساعتين بعد 10 على حسب بقى التايم كورس بتاع الداله زي ما بنشوف، عارف ان انا حاصل يوم ما كام من الفاليو دي اللي اسمها اي على ار. من هنا لهنا هوصل لهنا ازاي؟ وانا هوصل كده ولا هوصل كده ولا هوصل كده ولا ايه؟ في اشكال في احتمال كتير، انا مين في دول؟ فانا حددت الكلام ده هو الديفرنشال ايكويشن والحل بتاعها، شكل السوليوشن بتاعها عامل ازاي؟ اقول لك انت مين في الاشكال اللي هتساعدك. طيب فكنا احنا عندنا هناخد الكيس السيت بتاع الفاينل سيركل يكون عندك، او تعالى بص هحط الديفرنشال ايكويشن بتاعت المعادله دي، لو انا حبيت اعرف انا حبيت اطبق كيس الفولتج ده هنا يبقى عندي الايكويشن بتقول ايه؟ ان ال V او السورس بتساوي مجموع الاوبشن اللي موجوده، صح؟ يعني ال V اللي عندك بتساوي الفولتج دروب اللي على R الدروب اللي على ال، يعني ال E بتساوي V R زائد V L اهي. طبعا كلها ايه؟ فانكشن اوف تايم، عشان بنتكلم وقت الترازل هو ما فيش حاجات ثابته بتتغير مع التايم، فكانهم حاجه متغيره مع بعض، فانكشن اوف تايم بحطها V اوف T. في الفي ار بيساوي كام؟ ار في اي ده ار اوف تي فانكشن اوف تايم. طب والفي اللي على ال بيساوي ال في اي باي دي، يبقى دي كده تعتبر ايه؟ فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن اهو، عندك دي اي باي دي في ده فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، الحل بتاعها عباره عن زي ما انتم متعودين عباره عن تو تيرمز، الترم اللي هو اسمه الاي ستي ستيت زائد الاي ترانزيت. طب السهل فيما بين هو الاي ستي ستيت زي ما اتفقنا من شويه ده الاي او ده الجنرال سولوشن بتاع الايكويشن بتاعتنا، ان الاي انا بحل المعادله اللي عندي اللي فاتت دي، هنا اللي عندي البارامتر اللي بعمله ان انا لما بعمل له ديفتيشن انا بحاول احله هو الاي اللي هو الكرنت، فانا عايز احل واجيب الاي اوف تي، فالاي اوف تي هيساوي الاي ستي ستيت بس الاي ترانزيت. الاي ستي ستيت دي سهله، قلنا الاي ستي ستيت ده اللي هو الفاليو الاخيريه بتاعت الكرنت لما خلاص بعد ما عدى وقت كتير اللي هو ده ايا كان هو ايه، وصلت للفاليو اللي هي بتاعتي اللي موجوده ده، هو ده الايه؟ ده الاي ستي ستيت. والار والاي ترانزيت اللي هو الفتره اللي بيحصل فيها ايه؟ التغير دوت بتبقى كومبوننت بيبقى ليها فاليو في المرحله دي، وبعد كده ايه؟ بتديكي مع الترند لحد ما ايه؟ تختار زيرو. انا عندي الكرت اللي هو ده مثلا ان هو الشكل اللي في النص ده مثلا ده كده ده اسمه الاي اوف تي، عباره عن الاي اوف تي اللي هو الثابت اللي هنا زائد الاي ترانزيت سي، ده بديك قيمه معينه لما اجمعها على دوت يطلع لك الشكل في الاخر اللي هو ايه؟ لو عامل كده او كده او كده على حسب ما هتشوفها. يبقى الاي يعني هتقول ان احنا عندنا هنعمله في الكورس بتاع الماثيماتكس او ده، عندك الاي ترانزيت هنديله جنرال فورم عباره عن اي ترانزيت بتساوي ايه في اس ماينس تي على تاو، طالما ان هو تيرم بيديكي مع التايم هو ليه فاليو بيديكي مع التايم ماينس اكسبوننشال تيرم اي اس ماينس تي على تاو، يبقى انا عايز اعرف قيمه التاو بكام والاي اللي هو الكونسبت اللي بدا بيه بكام. طب هنجيبهم ازاي؟ قلنا ايه ده الكونسبت اللي بدا بيه والتاو ده اللي هو التايم كونسبت اللي معتمد على البارامتر بتاعت الدايره، بمعنى انه معتمد على قيمه الار والال والسي او الحاجات اللي موجوده شكل الدايره اللي عندك عامل ازاي. بمعنى اخر انا الكرنت ماشي هو هيبيلد اب، لو فرضنا ان الدايره ما فيهاش اي ريزيستنس ما فيهاش اي حاجه الكرنت او الدايره بتمشي بسرعه جدا، غير لما يكون في حاجه بتعاكسها وتخلق الدايره شويه عليه حاجه بتريزيست الفلو اوف الكترونز، فبالتالي المقاومه مالها تاثر في التايم اللي هياخد الكرنت على ما يبيلد اب، هيبيلد اب بسرعه كده ولا بالراحه كده ولا بالراحه قوي كده على ما يوصل للاي سي سي اللي هنا. الوقت ده معتمد اكيد على مين؟ على قيمه الار والال والسي اللي موجود في الدايره. هنتكلم على دايره ار ال بس، يبقى هتكون فانكشن بيزك في ايه؟ في الار والال، فالتاو او التاو عباره عن كام؟ ال على ار. يبقى الجنرال سولوشن بتاعنا او الكرنت في المرحله بتاعت الترانزيت دوت بيساوي كام؟ اي ستي ستيت زائد الاي ترانزيت اللي هو ايه؟ اي اس ماينس تي على تاو. تعالى بقى نجيب الاي والتاو دول من الايه؟ من الانيشال كونديشنز اللي موجوده عندنا في المساله.
بتساوي زيرو، يا ترى الكرنت كان عامل ازاي؟ زي اللي احنا قلنا عليه اللي هو اخر حاجه كان وصل لها الكرنت من قبل ما اعمل السويتشنج، هو ده اللي انا بسميه الانيشال كونديشن بتاعي. فانا التي بتساوي زيرو، الانيشال فاليو كان بيكتب كام اسمها اي نوت. انا هنا رايحين لحاجه جنرال الاول، وبعد كده هنبدا نشوف على حسب اللي موجود عندنا. كان الدايره دي طبعا وارد الدايره اللي احنا عندنا في السلايد اللي بنشتغل بيها، جايز ال دي كانت ماشيه فيها تغير من جزء ثاني من الدايره مثلا، انا مخبيه او مش واضح عندنا في الاكزامبل، بس وارد كان في كارت قبل كده. فانا بقول له كام اسمه اي نوت. خلاص انا بادئ لاحظت السويتشنج ان الكوين كان ماشي فيه كارت اسمه اي نوت، هسيبه كده في الكوين. فانا في الحاله دي التي بتساوي زيرو، ارجع بقى للسويتش الاصلي بتاعنا اللي هو ده، التي بتساوي زيرو، الاي اوف تي كان بكام؟ باي نوت. احنا قلنا عند الزيرو تايم الانيشال بتاعت كان بكام؟ باي نوت. يبقى انا هعوض هنا بايه؟ باي نوت. يبقى التي بتساوي زيرو، اي نوت بتساوي اي سبيس تي بلس الاي، ولما انت جيت تحط هنا التي بزيرو فاي اس زيرو كام؟ 1. يبقى ده كده ايه؟ الكلمه ده موجود عندك هنا، التي بس موجود 1. يبقى عندك الاي نوت بتساوي اي سبيس تي بلس الاي، يبقى الاي اللي هو الكورس اللي انا عايز اجيبه دوت هو بيساوي الاي نوت ماينس الاي سبيس تي. ارجع اعوض بيه في الكوشن الجنرال بتاعت الكرنت، يبقى الاي تي بتساوي اي سبيس تي بلس الاي اللي هو اسمه اي نوت ماينس اي 3 ستيت في اي اس ماينس تي على كام. ده كده الجنرال سبيشن بتاع الكارت اللي هو جوه او اللي هيحصل جوه الدايره بتاعتك بتاعت الار والال لما نعمل سويتشنج واقفل الدايره ويبدا يحصل بيلد اب للكارت جوه الايه؟ الكويل او الدايره بتاعتي. في بعض الناس او احيانا بيتحب يقسموا اي نوت واي 3 ستيت في الترم ده وترم لوحده، يبقى اي 3 ستيت هناخد بس الترم ده كمان يبقى في واحد ماينس اي اس ماينس تي على تاو، وهنا اي نوت في يو اس ماينس تي على تاب لوحده بالدايره. يبقى ده كده اللي هو الايه؟ الجنرال اكسبريشن بتاع الكارت اللي موجود عندي. ابدا بقى اطبق اعوض على حسب انا عندي الكارت النوت ده بتاعي قد ايه؟ اشوف الكارت اللي عامل ازاي. فمثلا في الحاله بتاع او قبل ما اخش على التعويض هوريكم الحل بقى اللي هو زي ما انتم متعودين تعملوها في الكورس بتاع الماث او اللي هو الديفرنشال ايكويشن. نرجع للاصل بتاعها ان الاي بتساوي الفا اي زائد ال اي باي تي، هجيب الاي باي تي كلها لوحدها في الناحيه الثانيه، يبقى كاني وديت ديت بالماينس الناحيه الثانيه اللي هي الالفا اي وقسمت على ال، يبقى عندي ار على ال خدتها كومن فاكتور، وعندي اي على ار ماينس اي اوف تي. ده كده الايه؟ الديفرنشال ايكويشن، وانا حاطط الايه اللي هو البارامتر اللي معمول ديفرنشيشن اللي هو الاي اوف تي لوحده الناحيه الثانيه. هعمل سيبريشن اوف فاريبلز، هجيب الاي كلها في ناحيه والباقي كله في ناحيه، او اللي هو الدي اي في ناحيه والدي تي لوحدها، فهقسم ده الناحيه دي واطلع الدي تي فوق اهو، بقى الدي اي تي على اي على ار ماينس اي بتساوي ار على ال في دي تي. خدت بس الماينس ده كومن فاكتور طلع الناحيه دي عشان تبقى عندك في الاخر اي اوف تي، عشان في الاخر ده كده يعتبر ايه؟ التكامل بتاعه اللي هو عباره عن لما تيجي تنتجريت السيكويشن دوت من الانيشال فاليو بتاعتك او من زيرو لتي بالنسبه للتايم، فيبقى الزيرو تايم مقابله مين الكارنت؟ الاي نوت، وعند تي مقابله كام؟ كارنت اسمه اي اوف تي اللي هو اي كارنت جنرال اسمه اي اوف تي. يبقى انت بتنتجريت من اول زيرو لحد التايم تي اي انستنت راندوم للتايم، مقابلها ان انت كان الكارنت بادي عندك باي نوت وصل لحد اي اوف تي. لما بتنتجريت الكلام ده كله ده يبقى ايه؟ ار على ال في تي، وده يطلع لك بكام؟ لين الجزء اللي تحت دوت، يبقى لين اي اوف تي ماينس اي على ار، حضور التكامل بتاعتي هي اي نوت لحد اي اوف تي، ودوت من زيرو تي يبقى كام؟ تي عندك الناحيه. طب عايز اطلع الكرنت، انا في الاخر عايز اجيب اكسبريشن للكرنت، يعني اي اوف تي بيساوي كذا، يبقى اعمل ايه؟ هاخد اكسبريشن للطرفين عشان في الاخر عندي بعد ما تعوض الكلام ده كله تاخد اكسبريشن للطرفين يطلع لك في الاخر. ايوه اهو، يبقى اي اوف تي ماينس اي على ار هيساوي اي نوت ماينس اي على ار في اس ماينس ار على ال في تي. طب بحط المنظر ده كده اهو، انا مجرد بس اعاده يعني ترتيب شويه وديت ده الناحيه الثانيه عشان تكون الفك وظبطت الدنيا. تعالى نقارن المنظر ده بالمنظر اللي احنا كنا حاطينه قبل كده اللي هو كان عباره عن اي نوت او اللي هو اي 3 تي بلس اي في اس ماينس تي على تاو، وقارن الاثنين مع بعض ماينس تي على تاو. هنا انا عندي اهو ادي تي مضروب في ماينس وحاجه، يبقى ده عباره عن ايه؟ ده اللي واحد على تاو، يبقى اذا التاو طلع فعلا الا على الارض زي ما احنا كنا قايلين. والمنظر اللي مضروب في دوت ده لو مين؟ هو ده
الكلام ده كله ببعضه يبقى اي سي زي ما قلنا هي على الارض فعلا والتا هو هيطلع على الارض. يبقى سواء انت خدتها فيزيكال ميننج زي ما قلنا الاي سي ستيت والدايره عارف ان هي على الارض ما فيش غير ان الكويل بقى شورت سيركت، او لو حليتها رياضه بس الكويشن عادي جدا بتطلع في الاخر وعملت انتجريشن طلعت الاي تي الكويشن طلع نفس الايه الكلام والكونسيبت بتاعك اللي هو التاكل اللي هو التاو بيساوي اللي على الارض. فسواء كده او كده انت من الاخر طلع لك الاكسبكتيشن اللي قدامك ده ان الاي اوف تي، يبقى انا عرفت ان الكرنت فانكشن اوف تايم في الفتره او في المرحله اللي هنا دي خلاص ده ما بقاش ايه بدل ما كنت بتحير هو ده ولا ده ولا هو مين فيهم، لا هو خلاص هو ايه انا عرفت ان هو حاجه بيساوي ده الزيرو بتاعك اللي هتبدا منه ده تايم ده الاي اوف تي هو ده الزيرو هينتهي عند اي 3 ستيت اللي هو ده وبيساوي اي على الار وفي النص وفي الاخر ايه؟ اكسبريشن اكسبريشن فيطلع حاجه عامله بالمنظر ده. الفكره بس هو التايم ده قد ايه؟ اللي هو من هنا لحد ما يوصل ايه؟ 3 ستيت زي ما قلنا ده اللي بيعتمد على القيمه بتاعت التاو اللي هي عباره عن ايه؟ ال على الار. فاحنا بنقول ان عدد بشكل عامل كده اهو انا بادئ باي نوت طبعا هنا ممكن اخليها نقول جنرال شويه او بادئ عند باي نوت بادئ بزيرو لان ممكن يبقى لو انت فاكر قبل كده باي نوت بزيرو فبادئ من عند باي نوت الفاليو النهائيه بتاعته هي الاي ستيدي ستيت اهي وفي النص بين الاثنين هو اكسبريشن اكسبريشن بالمنظر ده كده يطلع حاجه عامله بالمنظر ده. طيب الوقت بقى اللي هياخده عشان يوصل للستري ستيت ده قد ايه؟ بيكون تقريبا ان هو بيساوي 5 تاو، جرب كده حط ان او ان التايم بيساوي تاو 2 تاو 3 4 بعد 5 تاو لو يعني 5 تاو فانت عندك التايم هيكونوا مع بعض يوس ماينس 5 تقريبا هي 0.09 او 0.999 خلاص بقت ايه تقريبا 1 فده الترم ده خلاص اتلغى يبقى انت كده وصلت لايه؟ الستري ستيت بتاعك خلاص بقى بزيرو الترم اللي موجود عندك اللي هو الجزء الترانزيت اللي موجود ده كده خلاص بدا كده ايه ينزل للزيرو ده كمان نزل للزيرو يبقى لك بس الاي ستي ستي اللي موجود عندك. فتقريبا ده العرف اللي بنعتبر ان الدايره بتاعتنا وصلت للستري ستيت او الجزء اللي هو الترانزيت كومبوننت فاكر لما قلنا ان هو بيساوي الاي اوف تي بيساوي الاي ستي ستيت بلس الاي ترانزيت. فالاي ترانزيت ده بيديكي بيبقى بزيرو تقريبا بعد كام؟ 5 من التايم كونسبت بتاع الدايره بتاعتنا. فيبقى ده كده شكل الاكسبريشن بتاعي وانا تقريبا وصلت للاي ستي ستيت عندي كام؟ عند 5 تاو. طبعا زي ما انا كنت راسم من شويه انا سبيشال كيس لو ان الاي نوت بتاعي كان بزيرو يبقى انا هبدا بس من ايه؟ من عند تحت عند الزيرو من عند ده كده الايه؟ لو فرضا عند جدلا يعني ان الاي نوت بزيرو فالترم اللي هو كان موجود هنا ده خلاص ملوش ايه وجود من الاول انا كده كده بادئ من زيرو فبيلد اب الكارت من زيرو لحد الاي ستي ستيت لحد ما اوصل له بعد كام؟ 5 تاو زي ما موجود عندك على طول كده. فيها مشكله؟ حد مش فاهم لحد دلوقتي اي حاجه؟ جميل. طيب تعالى نبص بقى الفولتج. انا الدايره بتاعتي عباره عن اي وار وال. فانا عايز اعرف لو انا بعمل فول انالست للدايره بتاعتي عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف الكرنت اللي ماشي في كل اليمنت فيهم. عايز اعرف الفولتج اكروس كل اليمنت فيهم صح ولا لا؟ فالكرنت هم عشان الدايره بتاعتي هي جاست وان لوب اللي هي كانت دي مع الار مع ال فهو وان لوب فالكرنت اللي انا جبته اللي هو لسه ماي تي هو اللي بيمشي كلهم فخلاص الكرنت خلصت منهم كلهم مره واحده. تعالى بقى على الفولتج انا عندي الاي طيب بدري فكده كده الفولتج بتاعها ثابت اسمه اي مع الطيب ما بيتغيرش. يبقى الي بقى الفي ار يبقى الي الفي ال اكبره عن الفي ال الفي ار والطيب عايز اعرف الاثنين دول بكام؟ طيب ما هو الفي ار يساوي ار في ما فيش ادنى مشكله ما فيش صعوبه يبقى نفس الاكسبريشن بتاع الكارت اللي انت جبته اللي هو كان اسمه اي اوف تي اللي هو كان بيساوي الاي ستي ستي بلس الاي ماينس الاي ستي ستي يوز ماينس تي على تاو كل الحكايه اللي هو ايه؟ اتعمل له سكيلينج او اتضرب في كل اسمه ايه؟ اسمه الار عشان يجيب لك الايه؟ الفي. يبقى الفي ار اوف تي هو عباره عن انك تضرب الكارنت اللي انت جبته في كل اسمه ايه؟ الار مش حاجه اكتر من كده. يبقى الفي ار بيساوي ار في
اوف دي، اضرب الاي في الاي في الترمينال اللي موجودين، يطلع لك حاجه بالمنظر ده. اهي هنا مجرد بس حطيت ايه او قللت شكل الدايره احنا على مقاطع، وانا عارف ان الاي ستيب بيساوي كام؟ بيساوي الاي على الار، ضرب في الار فوق فضربوا مع بعض، تبقى لك الاي موجوده عندك هنا في واحد ماس اي مالتي على تاو زائد الار في الاي روت مالتي على تاو زمان. تمام؟ باشمهندس انت استاذنت؟ ما عنديش مشكله بس اتعرفني يعني. طيب انت ده كده شكل الاكسبريشن بتاع الفولتج بتاعنا. برضو بعد وقت ما لو تبص كده الريزستنس بعد الترم ده هيبقى بزيرو بعد وقت ما طويل، وبعد شويه الترم ده برضو هيبقى بزيرو لما التاو تبقى او لما التي تبقى بانفينيتي نظريا يعني، فيثبت انفينيتي بزيرو، فده بقى الترم ده كله بزيرو، الترم ده كله بزيرو، يبقى لك ايه؟ ار في اي سيري ستيت، او اللي هو كام؟ ده بقى بزيرو، ده بقى بزيرو، يبقى لك الاي. يعني معنى كده ان الفولتج على الريزستنس اللي بعد كده بيساوي الاي، صح ولا غلط؟ ها؟ منطقي، عشان انت الفيري بتاعك بعد عمر طويل بعد السيري ستيت اتفقنا ان كده بقى هات السيري ستيت، مش كده ده بيكون شورت سيركت؟ يعني انت عندك الدايره عباره عن كده اهو. بالاكيد الفولتج ده بيساوي الاي ولا لا؟ يبقى الكلام ده الكلام كرياضه طلع حطيت التلاته كبيره متوقعه ولا لا؟ مظبوط. انا كده عارف ان انا الفولتج اكروس الريزستنس هو في الاول بيبيلد اب، كان في الاول كان زيرو، هيبدا يبيلد اب سنه سنه لحد ما يوصل لكام؟ للاي بعد كده. فانا لو انا برسم الفولتج على الريزستنس كان في الاول ما فيش تغيير ماشي في الدايره، لما عملت السويتشنج هنا وبدات الكارنت تحصل له بيلد اب، الفولتج على الريزستنس هو كمان بدا يبيلد اب نفس الطريقه، كان عليها زيرو اثر في مرة كان بزيرو ولا يرفع لحد ما وصل لقدام للإي. طب قبل ما أكمل وأجيب إحنا الخطوة بقى الـ VL، أنا كده جبت الـ VR أوف تي، عايز أجيب الـ VL أوف تي يساوي كام؟ يعني الفولتج أكروس الـ L ده يساوي كام؟ تعال الأول نحسبها منطق وبعدين هنجيبها بالرياضة ونقارن مع بعض. مش أنا عارف وأنا بطبق كيف الفولتج لو إن لازم ده زائد ده يساوي ده، صح ولا لا؟ يعني لازم دايما ان في ال اوف تي هو عباره عن اي ماينس الفي ار اوف تي، فالفي ار عامل كده كان زيرو وبيزيد لحد ما وصل للفي هنا، يبقى الفي ال هيكون عامل ازاي؟ بالعقل كده لما ده بزيرو يبقى اكيد الفي ال هقسمه حتى بلون تاني مختلف، يبقى الفي ال اكيد كان بيساوي كام؟ بيساوي اي، عشان يبقى ده زائد ده يطلعوا اي، وبعدين ده بيزيد يبقى ده هيقل، ده بيزيد ده هيقل، ده بيزيد وهكذا لحد ده بقى ايه؟ ده كام؟ هيساوي كام؟ هيساوي زيرو ويكمل معايا. ده منطقي، ما انا عارف انه بعد لو عند الستيت ستيت البوت اكروس الكويل بكام؟ بزيرو، ده بقى كام؟ شورت سيركت، يبقى الفي ال هنا بيساوي زيرو ولا لا؟ يبقى انا منتظر ان يطلع لي الاكسبريشن دي البوت بتاع الكويل حاجه عامله كده. الفولت على ريزيستنس بيبيلد اب من زيرو لحد ما وصل للاي اللي هو السيري سيت فولت اللي عليها، وعندي الفولت بتاع الكوين العكس هيبدا بفاليو كبيره اللي هي بس الاي ويبدا يديكي مع الوقت لحد ما ينزل لزيرو عشان يبقى الكوين كانه ايه؟ شورت سيركت، صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى نجيب الفي ال نجيبها ازاي؟ هي عباره عن زي ما قلنا اي ماينس الفي ار، فانت عندك الفي ار انت جبت الاكسبريشن بتاعه والاي ماينس الكلام ده يطلع لك بتاع ايه؟ الفي ال. طبعا في حد تاني ممكن يقول لك ايه؟ ما انا عارف ان الفي ال بتساوي ال دي اي باي دي تي. اه صح ينفع هذا الاكسبريشن بتاع الكلام اعمل له تفاضل يطلع لك في الاخر الايه؟ الفي ال بكام؟ هتعملها كده هتعملها كده هيطلعوا هما الاثنين زي بعض، بس طبعا الاسهل هو ايه؟ ان انا اجمع واطرح بدل بعض فاضل الاكسبريشن ده، بس هو في نفس الحاجه هي هي ما فيهاش ايه؟ الفي ال بتاعك هيساوي كام؟ هيساوي يو اس ماينس اي في يو اس ماينس تي على تاو ماينس الار في اي روت يو اس ماينس تي على تاو، هو عند تي بيساوي زيرو ده بيساوي واحد ده بيساوي واحد، يطلع لك اي ماينس الار في اي روت ان كان في اي نو، ما كانش فيه فالترم ده كله بزيرو بيساوي اي زي ما احنا كنا ايه؟ كنا بنقول. وبعد كده يبدا الايه؟ كل ما التي تكبر 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 اللي عند اي اس ماينس انفينيتي بقى ده كله على بعضه بزيرو،
ده بزيرو، يبقى في الاخر في ال كام بزيرو زي ما انا كنت منتظر او متوقع فعلا عندي. خلاص يبقى انا كده عملت فل اناليسز الدايره كلها، جبت الكارنت في الدايره في كل حته في الدايره، جبت الفولتج اكروس كل حته في الدايره اللي هو الفي ار والفي ال، وانا عارف ان كده الاي، يبقى انا كده مفيش حاجه في الدايره انا مش عارفها. كده انا عملت فل اناليسز الايه؟ الترانزيت ريسبونس بتاع الدايره دي اللي هي دايره ايه؟ فيري سمبل سيركت اللي هي ار ال سيركت، وسبيرتس بيقفلها عشان يحصل بيلد اب للفولتج او اسف بيلد اب للكارنت جوه الكويل دوت. لحد كده حد عنده سؤال؟ طبعا دي سبيشال كيس انا كنت برسمها او بشرحها، ان لو الاي نود بيساوي زيرو يبقى الفي ار بيساوي اي في 1 ماينس اي على تي على تي، وهتبقى بدل الزيرو تحط نقطه للتي، والفي ال بتاعك هيكون عباره عن تي على تي عباره عن اي وبالديكي بمقدار نص ماينس تي على تي. وادي الزر بتاعتهم اهي، ادي الفولتج الفي ار كان بزيرو وهيفضل يزيد لحد ما يوصل للاي، والفي ال هيبقى عكسه كان بادئ بالاي ويبدا ينزل لحد ما يوصل للزيرو. طيب لحد كده حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم عملت ايه؟ جميل. طيب الافكتف اندكتنس زي ما قلت احنا وجود الترانزيت اصلا اللي انشاه او اللي اوجده هو وجود ال عشان فيها ماجنتيك او ستورد انرجي على هيئه الماجنتيك فيلد، وجود الكاباستر اللي بقى جواه ستورد انرجي على هيئه الالكتريك فيلد، ده اللي بيحتاج وقت على ما يحصل بيلد اب للفيلد هنا او هنا. انما لو احنا اصل الدايره بتاعتي من الاول عباره عن بيور ريزيستنت بالمنظر ده، اول ما هتقفل انا الدايره عندي اصلا ما فيهاش حاجه عامله زي كده، دايره زي دي ال V بتساوي كام؟ أو ال E بتساوي I في R. هل فيها دي I باي دي V؟ فيها دي V؟ فيها أي حاجة فيها تفاضل؟ مفيش، فمفيش تايم كونت أي حاجة، فبالتالي بيبقى الكارنت بيطلع انستنتينيوس من زيرو لحد الـ E على R. يبقى الكارنت والفولتج أو الريزستنس عموما يعني، الكارنت والفولت اللي عليها يطلعوا مرة واحدة ينزلوا مرة واحدة، ما عندناش أدنى مانع ولا أدنى مشكلة. المشكلة دايماً عند مين؟ عند الكويل وعند الكاباستور. الكويل زي ما قلنا ما ينفعش الكرنت يتغير فيه انستنتينيوس، الكاباستور ما ينفعش الفولتج فيه يتغير انستنتينيوس. طب فلو انا الدايره عندي اصلا عباره عن حاجه زي ما كده قلنا اي وار، يبقى الكرنت هيطلع مره واحده يساوي اي على ار. طب لو كان معاها بقى سيريز ريزلت او سيريز معاها ال ال زي ما كنا بنشرح من شويه، لا هتاخد وقت ايه؟ هتطلع بقى مره واحده كده هتاخد وقت ايه؟ ازيد. طب ما احنا قلنا هي بتاخد وقت قد ايه على ما توصل للفري ستيت؟ 5 تاو، يعني 5 مرات من التايم كونستنت اللي هو كان بيساوي كام التايم كونستنت؟ اللي على ار، يعني كل ما ال تزيد انا محتاج تايم كونستنت اكبر، وانا بوصل للستيت ستيت في 5 مرات منه يعني وقت اكبر. يبقى اذا كل ما التايم كونستنت تزيد، كل ما الاندكتنس بتاعتها بتزيد، بحتاج وقت اطول على ما اقدر ابيلد اب الماجنتيك فيلد اللي جوه الكويل دوت، وبالتالي على وقت اطول على ما اوصل للستيت ستيت. فانت زي ما قلت لك او زي الرسمه اللي عندك اهي، كل ما ال بتزيد انكريزنج ال ال انا بروح في الاتجاه ده. يعني ايه؟ لو انا عندي ال زي ما قلنا كان في زيرو اهو هطلع كده مره واحده. طب ال ب مثلا 10 مللي هنري او 1 مللي هنري هاخد وقت عامل كده اللي هو الكيرف الاول اللي فوق ده، بقت 20 هطلع وقت اطول واعمل كده، 30 40 50 لحد ما ممكن اسال اعمل كده واخد وقت كبير لحد ما وصلت لايه؟ الستريس دي. فكل ما الاندكتنس تزيد كل ما التاو بيكبر، كل ما الخمسة تاو ده الوقت اللي بياخده على اصل الستريس ستيت بيكبر، يبقى بعد كده ايه؟ الكيرف ده بيحول معايا كده وبياخد وقت اطول لحد فضل. تمام؟ فده كده الافكت بتاع وجود الاندكتنس اللي هو من وجودها هو اللي اوجد لي القصه بتاعت الترانزيت ريسبونس بتاع الدايره اللي عندي. النقطة اللي بعد كده اللي هي بتاعت الستورد انرجي، عايز اعرف هو في ستورد انرجي، احنا القصة دي كلها بتنسى نتيجة ان في عندي ستورد ماجنتيك انرجي في الكويل او الكارنت اللي ماسك في الكويل، قيمتها قد ايه؟ نقول ان الباور بتساوي الـ في الاي او الانستنتينيوس باور اللي جوه الكويل بتساوي الفولتج في الكارنت اللي ماسك جواه. اشيل الفولتج واحطه ال دي اي باي دي تي، يبقى انا عايز اجيب الانرجي، الانرجي عباره عن ايه؟ السبشن بتاعت الباور او الانتجريشن بتاع الباور اوفر تايم. يبقى انا حولت التايم الناحيه الثانيه برضه كنت بعمل سيبريشن اوف فاريبلز، بقى تي اوف تي جي تي، وعندي الناحيه الثانيه ال اي تي
بتساوي ال اي دي اي ال اللي تطلع بره عشان كورست وتكامل اي عباره عن ايه برايس بورد على 2 وفي الاخر التوتال ستور انرجي عند لحظه معينه هي عباره عن نص ال اي سكوير زي ما انتم كنتوا متعودين تعملوها في الجزء اللي فات. فبس هنا كل الفرق ان هو ايه ده انستنتينيوس انرجي يعني انا كان الكاركت عندي او الثري ستيت عباره عن نص ال اي سكوير الكاركت اللي ماشي بكام كثري ستيت يبقى نص ال اي على طول. هنا الكاركت عندي فانكشن اوف تايم هو لسه جديد فانا عايز اعرف عند اللحظه دي انا عملت ستور انرجي قد ايه او في انرجي قد ايه في الكوير اللي هي النص ال قيمه الكاركت دوت سكوير عند ايه عند اللحظه دي وعند اللحظه اللي بعدها الانرجي بتاعت اللي بعدها لحد ما وصلت لايه للفري ستيت. لان ممكن زي ما شفت بعض المسائل ساعات ان في كده يعني سويتشنج بيحصل فممكن الكاركت يبقى ايه مثلا كان بيبيلد اب كده المفروض يوصل للفري ستيت عالي هنا هو يوم ما هيمشي كده لا بس انا جيت في النص عملت سويتشنج تاني ففجاه بدا ينزل عملت سويتشنج تاني بدا يطلع وهكذا على حسب. فعند اي لحظه عايز اعرف الستور انرجي كام في اللحظه دي مش لازم بقى استنى لما اقول هو وصل هو كان يعمل مهلك سيت سيت اهو لا وانا مالي بال هو اصلا ما لحقش يوصل فعند اللحظه دي او عند اللحظه دي او دي او ايا كان الستور انرجي ساعتها بتساوي كام نص ال اي تي خلاص يبقى ده كده ايه الستور انرجي في الكويل بحسبها ازاي. طيب عملنا ده بيقول ايه نص المشوار النص الثاني اللي هو الايه دي انرجايزنج ترانزيت ده عمل العكس بقى انا هنا كنت عامل او كود اللي كنت بحكي فيه ده انا كان عندي السورس والار والال عملت سويتش اون فالكرنت بدا يطلع في الكويل. طب الكويل ده مثلا ممكن يكون الكويل بتاعي بتاع مروحه بتاع ثلاجه اي لود عباره عن الكويل اللي عندي خلاص خلصت شغل وبعد ما خلصت هطفي الايه الديفايس ده واروح بيتي فانا عايز اعمل ايه سويتش اوف عايز انرجايز الكويل اللي عندي ده الكويل ده مثلا كويل بتاع مروحه او بتاع اي حاجه وانا عايز انرجايز الكويل اخلي الكرنت اللي فيه بعد ما شغال اشتغل شويه حبه كده خلاص خلصت واروح عايز ابدا ايه ينزل الزيرو نفس الكلام هو هينزل كده ولا هينزل كده ولا هينزل كده خلاص انا جهاز او كويل كان ماشي فيه تيار ودوره انتهى في الدايره بتاعتي مش عايز احققها خالص هطلعه بره عايز اقفله. طب هقفله ازاي؟ برضه نفس الكلام ما ينفعش الكرنت جوه الكويل يقف مره واحده ده ما بيحصلش فلازم اوجد له باث ايه يديكي فيه يبقى انا عندي الدايره بتاعتي يكون شكلها عامل كده ان الكويل ده كان ماشي فيه تيار من الدايره اللي فاتت رحت انا قلبه او حطيته في دايره ثانيه شكلها عامل كده هو كان ماشي فيه كرنت وعمال يلف كده كان جاي من الاي اللي كان بتزق فيه التيار بالمنظر دوت وانا فجاه رحت ايه عايز اطلعه بره الدايره بتاعتي واعمل له انرجايزر. طب نيجي على الدايره دي نعمل فيها ايه بقى؟ نفس اللي عملته اللي فات لو انت فهمت اللي فاتت هو اللي عملته هنا مش هغير هنا هو نفس الفكر نفس الطريق اللي هو ايه؟ نرجع استرجع كده العين انا عملت ايه من ساعه ما بدات معاك؟ جبت الدايره الاول طبقت كيرشوف لوت فلو جبت الديفرنشال ايكويشن لقيتها فيرست اوردر الديفرنشال ايكويشن حطيت لها الفورمه بتاعتها اللي هي الاي بتساوي اي 16 بلس اي ترانزيت جبت الاي 16 من الشكل من القيمه النهائيه للدايره جبت الاي ترانزيت اللي هو عباره عن اي في اس ماينس سي على تاو جبت الاي من الانيشال بوزيشن عوضت بيه جبت الاكسب بتاع الكارت صح كده؟ دول ايه؟ كام حاجات عملتهم؟ كيرشوف لوت فلو ديفرنشال ايكويشن حلتها من خلال الفورم جبت الاي 16 جبت الاي نوت اللي هو فيه الاي او البروسيس اللي عندي صح كده؟ ده اخر حاجات اللي عملتهم هطبق نفس الكلام هو هنا فكيرشوف لوت فلو هي فين؟ اهي ما هو هنا عندي سورس ما عنديش فبقى عندي ايه؟ ان زيرو بيساوي في ار زائد في ال هو الكرنت اللي كان ماشي هنا وانا فجاه طلعت الاي عندي وبعمل انرجايزنج للكرنت اللي في الكويل فالكرنت اللي جوه الكويل هيفضل ايه يلف ما بين الار والال ويديكي مع التايم لحد ما ينزل الزيرو يبقى انا عندي زيرو بيساوي في ار زائد في ال اعوض الفي ار هو عباره عن ار في اي اوف تي الفي ال هو ال دي اي باي دي تي ده كده الايه الديفرنشال ايكويشن بتاعتي اللي موجوده هنا بقدر احطها الديفرنشال ايكويشن بتاعنا اللي هو الاي تي بيساوي اي 16 بلس اي اي اس ماينس تي على التايم تعال نجيب او كده كده ايه ثاني خطوه ثالث خطوه تعال نجيب الاي 16 في الدايره دي اللي قدامك دي بعد عمر طويل ثانيه ثانيتين 10 15 ساعه ساعتين ايا كان بعد هذا الوقت ايا كان وكان
الكارت الثاني هيكون بكام؟ بزيرو. فالكارت يقعد يمشي يمشي يمنع كل الستورد انرجي اللي جوه الكولي حتى يحصل لها اي ديسيبيشن في الريزستنس، وبعد كده الكارت بكام؟ بزيرو. فاذا انا عارف ان بعد عمر طويل لما احط الدائره دي تساوي زيرو يبقى الاي بتاعتي بكام؟ بزيرو. طيب والكارت ده اللي كان ماشي في الكويل في الاول كان بكام؟ كان باي نوت. انا جاي بالكارت الاول من الدائره اللي فاتت بتاعتي ايا كان شكلها عامل ازاي، وبعد كده ايه؟ ده اللي انا بدات بيه، فده اللي انا هحطه ده الانيشال فاليو بتاعتي. يبقى الـ T بتساوي 0 الـ I كان بيساوي I نوت، يبقى في الحاله دي الـ I نوت بيساوي كام؟ الـ A. يبقى انا الدائره بتاعتي عباره عن ايه؟ او الكارت بيساوي كام؟ الـ I في T بيساوي لان I في T بقى بيساوي 0 خلاص، بيساوي I نوت في اسفل السي على كام؟ انا كده عارف ان انا الكارت اللي كان عندي او الكارت اللي جوه الكويت عندي هيديتين ازاي؟ هيديتين بالمنظر ده. هو كان جاي الـ I نوت قبل كده كان جاي قبل كده وهو عارف كان جاي كده ولا جاي كده ايا كان مفيش دعوه بالمكان، هو كان جاي باي نقطه خلاص قيمة معينه انا عارفها، وبعد كده يوصل لزيرو وهينزل عباره عن ايه؟ اكسبيرينشال كورو بالمنظر ده. دي تطلع حاجه ايه؟ عامله كده. يبقى ده كده قيمه الايه؟ الكارنت بتاعي عامل ازاي؟ نفس الكلام زي ما جبت الكارنت عايز اجيب الفولتج برضه الفي ار والفي ال. الفي ار ار في اي، يبقى الفي ار بيساوي ار في اي تي يعني ار في اي نوت يوز ونسي على تاو يعني برضه الفولتج بيديكي مع التايم. والفولتج اكروس الاندكتور هو عباره عن ايه؟ احنا قلنا من الفي او من كيف الفولتج دول ان زيرو بيساوي في ار زائد في ال، يبقى في ال هيساوي كام؟ ماينس في ار. يبقى في ال عندك بيساوي ماينس ار في اي نوت يوز ونسي على تاو. لما تيجي تقسمهم هذا الكلام اللي عندك كان بادئ في اي نوت بيديكي مع الطايم برضه يوصل عند الزيرو في 5 تاو، وعندك الفولتجز اللي موجوده عندك ادي الفي ار بيساوي ار في اي نوت وبيديكي لحد ما عند الفي بيساوي 5 برضه بقى الترم ده بزيرو، فكل ده بزيرو يبقى هو كان دي فاليو ار هينط مره واحده في ار في اي نوت وبعدين ينزل لايه؟ لحد الزيرو. والفي ال هو عكسه يبقى ماينس اي في ار ويبدا ايه؟ يديكي بالمنظر. دكتور طيب ده كده الايه؟ لو انا بعمل الجايد للكارت هو الكويل، يبقى عشان تبقى انت متخيل بس الدنيا حاضر او حصل فيها كلها على بعض المرحلة هم نصين على بعض بتاع الجايد. ممكن اقفل الباب؟ ايه؟ ممكن اقفل الباب؟ عجيب ولا ايه؟ اه
حلو كده؟ جميل. لما هقفله الكرنت هيبقى عامل ازاي؟ اللي هو اللي اسمه اي ال ده برضو اكيد طالما في اندكتنس انا اتفقنا هيكون عندي وقت ايه؟ ارجع بس كده الاول هيكون عندي وقت على ما الكرنت ده يبدا جوه الاندكتور ويوصل للفيلد بتاعه. طب احل ده زي زي يعني زي دي ازاي؟ طب حلو الراجل ده قال اجيبها في الفيلد الاول جميل. بس هو انا لما جبتها كان لان منظر متعامل على اي شكل؟ مش ده؟ فانا عايز اوصل لده عشان اسبب ضعف كل 10 بعد ما كل مره
شكلها مختلف، شكلها غريب، لا انا عايز احل دي، يبقى لازم اوصل الدايره بتاعتي ايا كان شكلها الايه؟ المنظر ده. فبرضه اول خطوه هعملها هي ايه؟ هجيب الايكويفلنت ثيفنن للدايره ديت. انا عندي النقطتين اللي هم النقطه دي A وB او الاثنين دول، عايز اجيب الثيفنن اللي يملوا كل الكلام ده. تعملها ازاي؟ ار ثيفنن ده موجود ده موجود، طبعا ده بقى مقفول ده موجود ده موجود، ده كلام سورس يبقى ايه؟ اوبن سيركت، يبقى كده الانفرتر مش موجود. فيبقى انت ار ثيفنن عباره عن ايه؟ عباره عن المقاومه دي سيريز مع الاثنين دول كلها لبعض، 60 مع 30 يدي اعتقد 20 زائد 80 يدي 100، يبقى ار ثيفنن تطلع ب 100. واللي في ثيفنن ادي الكلام، طبعا ده بقى شورت سيركت، يبقى الفولت اللي على النقطه دي هو نفسه اللي على الايه؟ اللي على المقاومه اللي ار ثيفنن. هو كان طالب كذا حاجة، طالب الجدي لما السويتش اللي هو دوت تصنف السويتش اون عند تايم بزيرو يوجد الاي ال والفي ال عند ثانية معينة أو عند لحظة معينة اللي هو عند تايم يساوي 0.3 سكند، يوجد لي الايكويشن أو الفاليو بتاعت الاي ال والفي ال، يوجد تي بيساوي 0.3 ده بعد ما قفلت السويتش استنيت 0.3 سكند وفتحت السويتش تاني، فوجد لي الكرنت والفولت على الاي ال اللي هو اي ال في ال كام، وكان طالب قيمه الكرنت عند 0.1 سكند وعند 0.3 سكند، ورسم الكلام ده كله على بعضه عامل ازاي. يعني في الاخر الدايره دي في الاول كانت مفتوحه، قفلت واستنيت 0.3 سكند وفتحت تاني، يوجد بقى جاب اكسبشن للكرنت والفولت بتوع الكويل ده من زيرو لحد وانت طالع عشان توجد قيمه التيار عند اللحظه 0.1 وعند 0.35 عامله ازاي وترسمها. لازم تسيب لي مش اعمل هتعمل فلوس ترانزيشن هتحول ده بدل دوت في اي صح كده؟ ولا هتضم دي من الاول؟ هي هتطلع هي في الاخر ايا كان في الاخر وصل لي المنظر ده. الاول يبقى كده بقيت مسالتي عباره عن ايه؟ عباره عن مسالتين عباره عن نصين اللي هو البارت نمبر ايه وبي. ايه ده اللي هو وانا بعمل سويتش اون للدايره بتاعتي، انا بعمل انرجايزنج للكارت اللي جوه الكويل، والبارت نمبر بي بعمل ايه؟ مساله انرجايزنج، بفتح الكويل او بفتح السويتش، فالكويل ده الكارت فيه هيديكي ويرجع بكام؟ لزيرو في الاخر. طب نحل اول واحده اللي هي ايه؟ وخطط السويتش اون بس اللي هي من زيرو لحد 0.3 سكند، هو تي يساوي 0 لحد 0.3 سكند، عايز اجيب الثيفنن للكلام ده كله، يبقى الار ثيفنن بكام؟ ب 100 اوم. طب والفي ثيفنن بكام؟ هيطلع لو ما تيجي تعمله طبعا انت عامل او انت فاتح الدايره او فاتح الجزء اللي فده مفتوح، يبقى ما فيش كارت ماشي هنا، عندك الاثنين دول بالا لبعض والكارت اللي ماشي فيهم اللي هو ال 10 في ال 20 يطلع لك بكام؟ ب 200 فولت. يبقى الدايره بتاعتي في الاخر اختزلتها لايه؟ للشكل ده 200 فولت معاهم سيريز 100 اوم، وبعد كده عندك الاي ال او ال ال اللي انت حاطه اللي هو ايه؟ الخمسه هنا. ادي الدايره بتاعتنا اهي. ارجع بقى ايه؟ انا عملت اول خطوه اللي هو الثيفنن وصلتها للشكل اللي انا متعود عليه، ابدا بقى الخطوات اللي انا عايزها. الاي سيريز بكام؟ الاي مود بكام؟ حط الاكسبريشن، عوض فيهم، هات التاو، جبت كل حاجه. يبقى اول حاجه الاي سيريز بكام؟ دي على ار هو 200 على 100 يعني 2 امبير، يبقى يوما ما بعد عمر طويل لما اعمل سويتش اون الكرنت اللي هو الكويل ده هيوصل ل 2 امبير. طيب وبعدين التاو بتاعتك بكام؟ اللي على ار ال اللي هي 5 هنري والار اللي انت جبتها اللي هي ار ثيفنن اللي هي كام؟ 100 يعني 0.25 سكند. ادي الاكسبريشن بتاعك وهو ما كانش قايل لك برضه ان قبل ما تعمل سويتش اون للدايره او للمفتاح اللي عندك ده كان في حاجه فالاي مود بزيرو فكده الترم بتاعه طاير، يبقى قالك في الاخر ان الاي ال بيساوي 2 في 1 ماينس اي بلس ماينس 20 في تي، ده كده اللي هو ايه؟ الكرنت اللي هو اي ال اوف تي. والفي ال هو كان عباره عن اي اوس ماينس تي على تاو، الاي اللي هي ب 200 فولت اهي والتاو اللي كان ب 20، يبقى انت كده جبت الاي اوف ال والفي اوف ال في حاله ان انت بتعمل ايه؟ سويتش اون للدايره بتاعتك، والكلام ده بيحصل كله من اول زيرو لحد 0.3 سكند. طب بعد ال 0.3 سكند عمل ايه؟ سويتش اوف للدايره تاني فتحتها. لما عملت سويتش اوف ايه اللي هيحصل؟ طيب من الاول بس انا قبل ما اعمل سويتش اوف عشان انا من او النص الثاني للمساله
هحتاج اجيب الانيشال كونديشن بتاعتها اللي هي ايه؟ هي قيمه الكرنت عند كام؟ عند التايم اللي اسمه 0.3 سكند، صح كده؟ فالاول هو بيشيك كده، هو الخمسه تاو دي كام؟ احنا التاو بتاعتنا كانت طب اللي استنى من شويه بكام؟ ب 0.25 سكند، يبقى الخمسه تاو خمسه 0.25 بكام؟ 0.25. يبقى لما اقول لك لو جت لي قيمه او حصل حاجه ما بعد 0.3 سكند، ال 0.3 مش اكبر من ال 0.25 صح؟ يعني خلاص كده الدايره وقفت الاستيزن ولا لا؟ يبقى انا كده عرفت ان لما جيت اعمل سويتشك بقى تاني كانت الدايره خلاص وصلت للستري ستيت في المرحله الاولانيه، يعني كان الكرنت وصل لايه؟ لل 2 امبير اللي انا كنت جايبه من شويه، ده الاي ستي ب 2 امبير. او بمعنى اخر انا حاسس بقى المنظر ده كده يبقى الكرنت جوه الكويل كان عامل كده، ادي الزيرو بتاعك اهو ده اللايت، ادي الزيرو ادي عند البوينت 30 سكند، هذا الكرنت بتاعي كان بادئ بزيرو اللي هو الاي بوينت الاولاني يساوي زيرو، وحصل له بلطه عند البوينت 25. طب لو جينا الكرنت وصل لايه؟ لل 2 امبير، هو عمل كده وكمل شويه دوس بكام؟ ب 2 امبير. حلو؟ جيت انا بقى عند البوينت 3 رحت فاتح السويتش تاني، فالكرنت هيحصل فيه ايه؟ هيجي لي حاجه تنزل من ايه؟ للزيرو. فتعالى بقى نبص بقى المرحله الثانيه او النص الثاني من السؤال لما يبدا يحصل الديكي ده. فالتشيب ده انا عملته ليه؟ عشان اعرف قيمه الكرنت بكام؟ عشان ابقى عارف لما يبدا دي كده مساله لوحدها وتوصل مساله ثانيه لوحدها. فانا هبدا من هنا بكام؟ الاي نوت بتاعتي بكام؟ الاي نوت داش بس الاي نوت داش لما اتحرك جديده. انا كان ممكن اقول لك مثلا ان انا عملت سويتش اون للسويتش وعند بوينت 2 عملت سويتش اوف تاني، بوينت 2 اللي هي فين؟ اللي هنا مثلا، يبقى هيكون الكلام بكام؟ تقدر تدعي كده ان هو 2 امبير؟ لا، طالما اقل من 5 تاو يبقى كان لازم السويتش بتاع الكارت اللي هو ده ترجع تعوض عن التايم بوينت 2 وتشوف قيمته بكام؟ تطلع بقى 1.9 1.8 1.7 زي ما تطلع. تطلعها وتجيبها وتاخدها هي ايه؟ الفاليو دي اللي حصلت بعدها بدقيقتين. عندما هي اسئلتها انا عامل ايه؟ انا كملت لحد ال 60 وصلت كمان 0.25 سكند وبعدين عملت الايه؟ السويتش اوف. طب نيجي بقى على الدايره او النص الثاني التايم كورس الثاني. لو نرجع بقى للدايره بتاعتنا اهي، لما هاجي اعمل الدايره الاصليه عشان تكون فاكرينها اهي، لما اجي اعمل سويتش اوف لما اجي افتح ده الكرنت اللي جوه ده هيديك في انهي ريزيستنس؟ دي زائد دي اللي هي 80 زائد 60 صح ولا لا؟ الكرنت كان في الاول ماشي وجامد سوش وبيلف او بيلف كده وبعدين ده اتفتح، يبقى الكرنت اللي ماشي هيكمل فين؟ جوه اللوب دي بس. يبقى عندك ال ال ومعاها 2 مع بعض 60 وكمان اللي هو كام؟ 140 اوم. يبقى انت عندك في النص الثاني من المساله 68 يعني 140 اوم. فالتي داش اللي هو التايم كولسيت الجديد بتاع النص الجديد من الدايره عباره عن 5 على 140 يعني 0.03571 سكند. ده كده التايم كولسيت الجديد. والاكسبريشن بتاعك دي كام؟ عباره عن لان انا عارف ان الاي ستي ستيت بزيرو فخلاص التيرن بتاعه راح، يبقى قالك بس التيرن بتاع الاي نود بيساوي كام بقى؟ اي اس ماينس تي داش على تاو داش. طب يعني ايه تي داش؟ هو في حاجه اسمها تي داش؟ خلي بالك ان انت قلنا ايه؟ دي مساله منتهيه الكلام. ودي مساله جديده بدايتها هنا وشغاله معاك في الوقت دوت، صح؟ فدي بدايه جديده، فلا التي بيساوي زيرو بس التي داش الجديد. طب كانك عامل شكل تغذيه، هو التايم داش ده في علاقته بالتايم الاصلي؟ ان التايم داش بيساوي تي زائد 0.3. ده بيساوي ده راح عند كام؟ 0.3. فلما اجي احط الكوشن بتاعك الفانكشن اوف تايم اللي هو السكيب تايم بتاعي اللي كان هنا احط يساوي كام؟ تي ماينس 0.3. كمان كده دلوقتي ايه؟ ده بيساوي تي داش ماينس 0.3. يبقى انت عندك انت ايه؟ لما تيجي تحط بعد كده اي تايم بعد كده بالنسبه لك في النص الثاني من المساله هو عباره عن ماينس تي داش اللي هو عباره عن تي ماينس 0.3. يعني لما اقول لك ايه بعد مثلا ايه بعد 0.5 سكند، 0.5 سكند يعني فين؟ يعني هو هنا بس هو ده. بس بالنسبه للاكسبريشن بتاع الكارنت اللي هنا هو انت قضيت 0.5 سكند ولا قضيت قد ايه؟ قضيت 0.2 بس صح ولا لا؟ يعني الكارنت
مقلوبها يطلق تقريبا 28 يعني الاكسبشن بتاع الكارب يساوي 2 دي اس ماينس 28 في ما الفعل ده بدل 30 اهو ودي دي من دي المنطقه دي كده لحد ينزل للزيرو عندي هنا عند برضه 5 الرابع 5 دي بوينت 3 5 7 1 زي ما يطلع بقى كده يبقى ده كده شكل ايه الكروم بتاع الكارب بتاعي اللي ماشي في الاندكتور لما انا عملت سويتش اون وبعد كوين 3 سكند عملت تاني ايه سويتش اوف للدايركت الفي ال هو نفس الكلام اضرب هو عباره عن ماينس الار ماينس الار في الاي نود يعني بيساوي ماينس الاي اللي هو ال 140 في الاثنين تطلع 5 عوض الاي بالملف الثاني او الملف الثاني بتاع الكلام من فوق يطلع لك ان الكلام من فوق يكون ماينس الاي على طول. وجد لي قيمة التيار
2 سكندز وبعد 5 سكندز. انا عملت ايه؟ دول ايه مسالتين؟ ما اقدرش انا بقول ايه ده انرجايز ولا لا، واحده فيهم انرجايز والثانيه دي انرجايز، هما الاثنين فيهم سبلاي سورس الله على الشكل بتاعها عامل ازاي. ولكن الشاهد لو انا متخيله ان الكارت في الحالتين ما هوش ايه؟ ما هوش واحد. الاول قبل ما افتح ده وافتح ده، ده مفتوح فالسورس ده مش بيطلع حاجه، ده مفتوح فالسورس ده مش بيطلع حاجه. هل في اي كارت سنجل ولا كوين بتاعي؟ ما عنديش. فاي نود اللي انا بادئ بيه خلاص بكام؟ بزيرو. بدات اقفل الدايره دي، بقى عندي اللوب اللي بره بس اهو ال 40 فوق ماشي كده في الاربعه فوق والسته فوق والخمسه هندي والكارت ماشي كده. هفضل ماشي شويه الله اعلم قد ايه. هو قال لك بعد اربع ثواني هتقفل دي كمان كده، بقى عندك التو برانشز، ده بيزق التيار وده كمان بيزق التيار معاك، والاثنين بيطلعوا هنا اهو في الحته دي. طبيعي الكارت كده هيفتح. تعالى نحلها برضه زي ما احنا متعودين. اول حاجه لما كان ده مفتوح هل البرانش ده في لازمه؟ انساه. انا اللي عندي لوب الخارجيه بس، اللوب الخارجيه عايز اجيب لها اول حاجه ايه؟ التيرمينال سيركت بتاعتها. طب انا عندي ده سيريز مع ده يبقى 6 4 10، يبقى عندي الار تيرمينال 10، البي تيرمينال هو الضغط ده اللي هو 40 فولت، بدل ايه؟ الهيدر اللي على 50 اللي عندي. انا اول حاجه التي يساوي 0 والاي نوت يساوي 0. الاثنين مفتوحين انا اقدر اطلع الاثنين. في الفتره بين التي يساوي 0 لحد 4 اس 1 كلوز، وبالتالي ال 4 و 6 و 6 مع بعض، وانا عندي الار تيرمينال بيساوي 10 فولت، وبالتالي الكاو بتساوي ال على ار يعني 5 على 10 يعني نص سكند. يطلع لي كده الاستيشن بيساوي كام؟ بيساوي 40 على 10 يعني 4 امبير. الاستيشن بتاعك بيساوي هو بالمنظر ده 4 1 ناقص اي بفرق ناقص تي كي تي اي سوري هو امبير. ده في الفتره بين 0 لحد 4 سكند. هعمل نفس الكلام ده لما اقفل الكلام ده، ده بقى موجود. طالما ده بقى موجود وانا عايز اجيب الثيرمال ريزستنس، انا عندي الاثنين بقى موجودين مع بعض، وانا عايز اجيب الكوبل ريزستنس ادي السته دي. طبعا ده لما اعمل ده بشوف سيركت، بشوف سيركت مع السته سيريز مع اربعه واثنين طبعا لبعض يعني واحد اثنين اربعه سته واحد سبعه. انا عندك في الحاله دي الثيرمال بتاعتك بكام؟ ب 7. ولازم اخد الاول الاي نوت اللي انا حاطها ليها في النهايه ده. تعال بص كده الخمسه كام؟ خمسه في نص يعني كام؟ 2.5. وانت عملت سويتش بعد اربع ثواني المفروض الريسيت كده وصلت وصلت يعني حوالي ثانيه ونص. انا كده هاخد الريسيت بتاعتي او الاي نوت بتاعت الكيس الجديده هي ال 4 تريلو بتاعتي. هيقول بس 4 تريلو. هنا عشان اجيب الكونسبت ولا في سبب طلعت الكرش اللي كنت على الكود اللي عندي هنا اللي هي دي اهي اللي او اللي هو اللي بيساوي 40 واللي بيساوي 10 هنا بتاعتك اللي زي ما قلنا شويه في على الثلاثه جبت الكتاب بتاعتك ده الاكسبريشن بتاعك اللي هو بيساوي المنظر العظيم ده اللي هو بدا عنده على الاربعه وده هات بقى عند الاثنين عوض العوض اللي بيديني يساوي 2 جنب الكرب هنا في الاسبوع الثاني اللي هو بتعوض دي بخمسه خالص. خلي بالك ايه البروك ده في داش انا كل حاجه بدات في المرحله الثانيه بعد الاربعه سكند بتساوي ماينس تي على كام بقى؟ تي ماينس 4 على البتاع عشان